السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخوتي أصدقائي الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم داخل قناة أنا جيد، ديما الجديد وديما التطورات وديما المشاريع ديال المدينة الرباط كاملين غنقلهم لكم، وفيما بانت لي شي حاجة زوينة غنشاركها معكم في القناة. كما كتشاهدوا هذه محطة ديال الرباط أكدار، شوف تبارك الله ما شاء الله دايرة بحال شي مطار، الدخلة ديالها أنيقة وكطلع كاين فيها المحطه ديال التي جي في، كاين فيها المحطه ديال القطار العادي. ها نتوما كتشوفوا كي دايره، يا سلام سلم. وهذه البلاصه بالضبط اي مازال ما خدموش النافورات، كاين هنا النافورات يا 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 يا, يا. شنقول لكم شوف محطه دايره بحال المطار من الداخل، الا قلت لك بحال المطار بحال المطار، كطلع تتلقى. دابا ندخل نصورها لكم من بعد، ماشي دابا ما مساليش، غنتسنى من برا نصور لكم هاد البارتي هي الاولى في الفيديو، ونصور لكم البارتي الاخرى من الفيديو الاخر. هنايا كيطلقوا هنايا واحد 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 الرشاشات، يا سلام واحد الرشاشه واحد المنظر ديالهم، مازال ملي غيطلقوهم ماشي نصورهم لكم. هاد الشارع هو راه دارو كيمشي ويجي يهبط ديريكتوم حتى لاغود كوتيا حتى الطريق الساحلي، وكيدوز على مارشي كريو كما كتشاهدوا هنا. هنا بالضبط بالضبط في هذه البلاصه اللي كتشوفوا كان هنايا البروجي ديال الشومينو، هنا كان فيه الحديد، داكشي اللي كان في بوسكوره نفس الشيء كان هنايا حديد وترانات مشقلبين هنايا، وكان لافيراي ديال الشومينو داكشي كثير، وكان هنايا الشومينو، وكان واحد اخر هنايا ديال البريد والمواصلات السلكيه والتلكيه، كانوا جامعين فيهم الطوموبيلات ودايرين فيهم هذاك البيروات ديالهم، وكانوا هنايا كان جوج، كان هنايا شومينو من اللور كامل شومينو جمعين فيه داك الشيء ديال الماتيريال ديالهم، وكان فيه البريد. هنا البريد دايرين فيهم الطوموبيلات ديالهم ودايرين فيهم المسائل ديالهم، هذه هي البلاصه ديالهم فين كان الشومينو. هنا بالضبط فهاد البلاصه هنايا، وكان البريد، البريد كان فيه عندهم الماتيريال كامل ديال 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 بحال قلتي شي ديبو كبير، بحال قلتي شي ديبو كبير. هذيك راه هي فيها هذيك اللي هذيك الروضه ديال النصارى، هذيك اللي دبرتي اللي من هنايا فيها الروضه ديال النصارى، فهمتيني؟ هذه روضه ديال النصارى، حيت حنا دابا عندنا الطوائف اربعه، راه كاين واحد الفيديو داير فيه على الطوائف الاربعه المغربيه، كاين فيه الطائفه المسلمه هي الاولى، وكاين عندنا الطائفه اليهوديه جاريه الطفل على اليهود المغاربه، وكاين المسيحيين المغاربه، راه كاين اقليه الا ما سميتها غادي دير في اليوتيوب المسيح المغاربه وغيطلعوا لك، راه تيغنيو تما كاين ما عرفتش كيصلي ولا كيغنيو، المهم الشعائر ديالهم هذه كنحترموها وتنقدسوها، المهم حنايا احترام ديال الديانات ما عندناش شي مشكل معاهم. وكاين واحد الطائفه اخرى ديال الربيعه راه تكتشفوها في الفيديو ديال الطوائف، هذيك الطائفه خطيره خطيره بوحدهم، هذوك عندهم الهيت ديالهم بوحد. والمهم هي المحطه راه صورتها الاخي اللي طلبها ليا، هي غادي نمشي نصورها لك عاوتاني من الجهه الاخرى. يلا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء انما كنتم ما تنساوش جيم 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 لايك لايك لايك، وطلعوا فلوسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.